السلام عليكم، هنبدأ دلوقتي المحاضرة العاشرة اللي هي Architecture Design. ايه هو Architecture Design؟ احنا عارفين ان في مرحلة الديزاين لازم بنبدأ نحدد السيستم بتاعنا هنبدأ نوزعه ازاي على الاجهزة اللي عندنا، وعلاقة السوفتوير والهاردوير اللي عندنا ببعض هيكون عامل ازاي. فهنا بيعرفني بيقولي Architecture Design زي ما احنا ما قلنا هو Plans for how the system will be distributed across multiple computers. يبقى احنا ازاي هنوزعها على الاجهزة اللي عندنا كلها سواء كانت سيرفرز او كمبيوترز. وبيقول لي كمان ببدأ احدد ايه هو الهاردوير اللي هنستخدمه والاوبريتنج سيستمز اللي احنا هنستخدمها لكل جهاز عندنا والابليكيشن سوفت وير. هنا بيقول لي ايه الاوبجكتيف بتاعت الاركتكتشر ديزاين، ان احنا اولا السوفت وير كومبوننتس اللي عندنا هنبدأ نقصين في الهاردوير بتاعتنا، نبدأ نحدد كل سوفت وير كل كومبوننت عندنا هيتحط فين. هنا بيقولي الاركتكتشر كومبوننتس، عندي السوفت وير وعندي الهارد وير. اول حاجه هنتكلم عن السوفت وير. السوفت وير بيقولي ان هو ليه 4 فانكشنز عندنا مهمين ورئيسيين. ايه هما؟ اول حاجه الداتا ستورج، تاني حاجه الداتا اكسس لوجيك، والابلكيشن لوجيك، والبرزنتيشن لوجيك. ايه هو الداتا ستورج؟ ان احنا هنخزن البيانات بتاعتنا فين، الداتابيز هتكون فين بالظبط. تاني حاجه عندنا الداتا اكسس لوجيك. ايه هو الداتا اكسس لوجيك؟ انا هبدا دلوقتي اكتب كويري عشان خاطر اكسس الداتابيز اللي انا عاملها. طب انا هكتب الكويري دي فين؟ طب هكتبها ازاي؟ كل ده لازم بنبدا نحدده. تالت حاجه عندنا الابلكيشن لوجيك. الابلكيشن لوجيك ايه هو؟ هو اني هبدا اكتب الفانكشنز ريكويرمنتس والنون فانكشن ريكويرمنت وهكذا، واليوز كيس بتاعتنا وكل الخطوات اللي احنا عارفينها دي. رابع حاجه عندنا البريزنتيشن لوجيك. ايه هو البريزنتيشن لوجيك؟ اللي هو اليو اي، الواجهه اللي هنبدا نطلع فيها الانفورميشن لليوزر. بعد ما عرفنا الفور فانكشنز الرئيسيين للسوفت وير ولازم نبقى عارفينهم لاخر المحاضره، عندنا الهاردوير ليها 3 برايمري هاردوير كومبوننتس. عندنا اول حاجه الكلاينت، السيرفرز، النتورك. ايه هو الكلاينت؟ الكلاينت اللي هي الاجهزه اللي احنا بنستخدمها، اللي بنستعملها وبندخل انبوت وبنخرج منها اوتبوت. طيب ايه هي السيرفرز؟ السيرفرز دي بتكون كمبيوترز، احنا عارفين طبعا ان هي بتبقى حجمها كبير جدا، اللي بنخزن فيها سوفت وير والداتا. تالت حاجه عندنا النتورك. النتورك دي اللي بتعمل لي كونكشن ما بين الكلاينت وما بين السيرفرز. هنا بقى هنبدا نعرف انواع الاركتكتشرز اللي عندنا. عندنا اول حاجه سنجل تير اركتكتشرز. ايه هو سنجل تير؟ اني استخدم جهاز واحد بس احط عليه كل حاجه عندي، الحاجات المتعلقه بالداتا، الحاجات المتعلقه بالابلكيشن واليوزر انترفيس كمان موجوده. فبيقول لي وان كمبيوتر احط فيها كل التاسكس اللي عندنا، يا يكون بي سي يا يكون مين فريم او اي جهاز احط فيه كل حاجه. بيقول لي ان ده نادرا لما بنستخدمه، وكمان مش سكيلابل، يعني ما بقدرش لو انا عايز ازود حاجات ما بقدرش اوسع فيها وما بقدرش اضيف عليها حاجات تانية. تاني نوع عندنا اللي هو التو تير. ايه هو التو تير؟ عندنا اللي هو اللي اسمه كلاينت سيرفر. طيب الكلاينت زي ما احنا معرفنا وفهمنا ان هو الابليكيشن لير، دي متعلقه بالابليكيشن لير اللي هو الفرونت اند. طيب عندنا السيرفر هو الداتا بيز لير اللي هو الباك اند. طيب عندنا الميدل وير. الميدل وير ده اللي بيقدر يوصل لي وبيعمل لي كوميونيكيشن ما بين الكلاينت والسيرفر. طيب الكلاينت زي ما احنا ما فهمنا كده ان هو اللي بيبقى فيه الحاجات المتعلقه بالابلكيشن وهكذا واليوزر انترفيس، اما السيرفر بيبقى متعلقه بالداتابيز وبالداتا اللي موجوده جواها والاكسس ليها. يبقى دي متعلقه بحاجتين من الفانكشنز اللي احنا عرفناهم في السوفت وير، ودي متعلقه بحاجتين اللي هما ايه بقى؟ اللي هما الكلاينت الابلكيشن لوجيك والبرزنتيشن لوجيك، اما السيرفر الداتا ستورج والداتا اكسس. هنا بيأكد لي عليهم، بيقول لي ان الكلاينت ديفايسز بتهندل ايه؟ البرزنتيشن لوجيك اللي هي اليو اي والابلكيشن لوجيك، اما السيرفر بيهندل الداتا اكسس والداتا ستورج. هنا بقى بيأكد لي على الميدل وير. الميدل وير بيقول لي ده سوفت وير بيبقى ليه تو انترفيسز بالظبط. اول انترفيس اللي بيبقى ليه علاقه بالكلاينت، وتاني انترفيس ليه علاقه بالسيرفر عشان خاطر يقدر يعمل كوميونيكيشن ما بينهم هما الاثنين. وطبعا احنا فاهمين الميدل وير برضو ان ممكن يبقى ده ليه علاقه بين لانجويج ولانجويج، فده بتبقى حاجه وسط ما بين حاجتين.
فهنا بيقول لي enable two tiers to communicate and pass the data back and forth. احنا قلنا عندنا فيه two interfaces بين الكلاينت وبين السيرفرز، فبيقول لي من نقدر نبعت الداتا ما بين الباك اند فورس، وكمان ممكن يقدر يعمل لنا انتجريشن ما بين سيستم قديم عندنا وبين سيستم جديد احنا لسه عاملينه. في حاجه لازم نبقى عارفينها، ان كلاينت سيرفر اركيتكتشر او التو تير بيبقى عامل بالانس ما بين الكلاينت وما بين السيرفر. ليه؟ لان احنا زي ما قلنا دي بتاخد تو فانكشن من السوفت وير ودي بتاخد تو فانكشن من السوفت وير، فبيبقى فيه بالانس. طيب احنا البوينتس دي احنا عرفناها، ان الكلاينت مسؤول عن البريزنتيشن لوجيك والابلكيشن لوجيك، اما السيرفر مسؤول عن الداتا اكسس لوجيك والداتا ستورج. طيب بيقول لي كلاينت هنا في نوعين لينا، اول حاجه في فيك او فات كلاينت. ايه هو ده؟ ده بيبقى بيحتوي على الابلكيشن كلها على بعضها في الكلاينت، يبقى دي انواع للكلاينت. تمام. طيب الثيم بقى، الثيم كلاينت ده بيبقى فيه جزء من الابلكيشن والجزء التاني بيبقى على السيرفر. فده دي كده النوعين دول انواع كلاينت، ملهاش علاقه خالص بموضوع السيرفر حاليا. طب احنا بالمفهوم اللي احنا عرفناه دلوقتي ده، مين فيهم هيبقى اسرع؟ هيبقى الثيم هو الاسرع. ليه هو الاسرع؟ لان في جزء بسيط منه من الاب عليه، اما السيك هيبقى بطيء جدا لان هو في الاب كلها. هنا بقى بيبدا يقارن لي ما بين التو كلاينت تون النوعين بتوع الكلاينتس اللي احنا اتكلمنا عنهم الفات والسين. طيب بيقارنهم اول حاجه بالنتورك ترافيك. طبعا الفات هيبقى بيستحوذ على مساحه كبيره جدا من النتورك ترافيك. ليه بقى؟ لانه بيبقى طبعا عايز يعمل كوميونيكيشن دايما مع الداتا ويبدا ياكسسها، فطبعا الاب كلها موجوده عندي على الجهاز عند كلاينت. طيب ومتصله بايه؟ متصله بالسيرفر، فالسيرفر فيها الداتا عايز كل شويه اكسس الداتا، فطبعا بتبقى النتورك ترافيك بتبقى عاليه جدا في الفات. طيب تاني حاجه عندنا السين بقى، السين في النتورك ترافيك بتبقى قليله. ليه؟ لان معظم الاب اصلا او نقول نصه عند السيرفر مع الداتا، فكل ما بيكون عايز يعمل اكسس على الداتا بتبقى اكتريتها بتتم على الاب اللي بتبقى في السيرفر، وبيبقى بيعمل اتصال بالسيرفر قليل جدا، الكلاينت بيتصل بالسيرفر قليل. طيب بالنسبه للبرفورمانس، البرفورمانس طبعا الفات كده هتكون قليله. ليه؟ لان طبعا بيبقى عايز نتورك ترافيك عاليه، فطبعا السرعه بتاعته هتقل. طيب بالنسبه للسين بقى كلاينت، لا هتبقى سرعته عاليه والبرفورمانس بتاعته كويسه. ليه؟ لانه بيتصل السيرفر قليل جدا. طيب ثالث حاجه عندنا الانيشال كوست. اكيد طبعا الفات هيبقى عايز امكانيات عاليه جدا، يعني جهاز يبقى كبير وبيقدر يتحمل عشان خاطر نحط فيه الاب كلها. اما السين لا، هتبقى عايزة كوست قليلة علشان خاطر هيبقى فيها جزء من الاب والجزء التاني على السيرفر. طيب بالنسبة للمينتيننس كوست برضو نفس الحكاية، هتبقى هنا هاير. ليه بقى؟ لان طبعا لما هيجي يعمل مينتيننس الاب كلها موجودة، فهتكلفه كتير وهتاخد وقت برضو. اما بالنسبة للسين فتبقى قليلة جدا لانه هيعمل جزء من الاب وبقية الاب على السيرفر. اخر حاجه عندنا الايز اوف ديفلوبمنت. اكيد ده هيبقى سهل جدا ان اعمل له ديفلوبمنت. ليه؟ لان الاب كلها عندنا في حته واحده. اما هنا لا، هيبقى صعب. ليه؟ لان في جزء من الاب هنا وفي جزء من الاب هنا. هنا هيقول لي البينيفيتس للكلاينت سيرفر. اول حاجه سكيلابل. سكيلابل يعني ايه؟ يعني انا لو عايز ازود حاجه اقدر ازود براحتي. كان سبورت ديفرنت تايبس اوف كلاينتس اند سيرفرز. طبعا انا اقدر ازود في كلاينتس والاجهزه يعني، واقدر ازود في السيرفرز، وده هيكون الاتصال ما بينهم عن طريق الميدل وير. طيب البريزنتيشن لوجيك والابلكيشن لوجيك اند الداتا بروسيسنج لوجيك، الحاجات دي ما بتبقاش معتمده على بعض، يعني لو حاجه حصل لها حاجه التانيه عادي. ونفس الكلام هنا، لو السيرفر حصل له حاجه الابلكيشن عندنا ما بيتاثرش.